مجموعة من المرضيات ممكن تكون وظيفة كلوية طبيعية لكن يكون في عنا بيلة بروتينية، هذا يعتبر داء كلوي نسبة. ممكن تكون الكلية أيضا طبيعية GFR طبيعي لكن ممكن يكون في عندي خلل بنيوي في الكلية، هذا أيضا اسمه داء كلوي مزمن. إذا ألغوا اسم قصور الكلية المزمن حطوا تعريف كبير اسمه الداء الكلوي المزمن. الأنواس بتاعتنا اليوم لازم نشرح ونعرف إيش هو الداء الكلوي المزمن، ناخذ شوية فيزيولوجيا وناخذ شوية تصانيف الداء الكلوي المزمن، نشوف بعض الأسباب، رؤوس أقلام ما توسع فيها كثير، بعض العلامات أيضا كرؤوس أقلام، أشياء الاختلاطات وناخذ بعض العلاجات. طبعا أنا غيرت كثير بالعرض، خليت العرض يكون أن عندي الداء كلوي مزمن مثلا على أرضية سكرية، كيف تصرف معه؟ أو داء كلوي مزمن على مريض ضغط، أو داء كلوي مزمن لمريض عنده فرط خسار أو إصابة خسارية، داء كلوي مزمن لمريض عنده فقر دم. فرح نعرف حالة مرضية فيها مجموعة كبيرة من الأعراض اللي راح تشوفوها هلا، وكيف راح أتصرف أنا مع هالمريض هذا، كيف أضيف نمط من أدوية الضغط المناسبة، كيف أعدل الجرعة حسب درجة القصور، أحسب جرعة، أخفف جرعة، أغير الدواء ولا ما أغير الدواء، سواء كان مريض ضغط أو سكري أو عنده مشكلة قلبية أو عنده مشكلة خثارية. نشوف الحالة السريرية، عنا ذكر عمره 51 سنة، العمر كثير هام، لا سؤال راح يأتي لاحقا. راجع العيادة بقصة تعب ووخن عام، مترافق مع فرفريات، غثيان، إقيام، ووزمة في الطرفين السفليين مع حكة. ألاحظ من القصة إنه أعراض كثيرة عنده، أعراض ممكن دموية، أعراض هضمية، أعراض قلبية، بالإضافة إلى التعب والوهن العام. فهذا المريض ممكن يشير لقصور كلية مزمن أو داء كلوي مزمن. سوابق المريض حتى أعراض جدية كما تلاحظون، سوابق المريض سكري مع ضغط، فحص السرير للضغط كان 180 آسف 180 على 110، خلينا نعدل. ضغط 180 على 110، النبض 90 نبضة في الدقيقة، معدل حركات التنفس 20 مرة في الدقيقة. هذا لاحظ شوية حالة عشان متقدمة، السكر الدم 180 ملي جرام، وضاب الجلوكوز 8.5، وضاب الدم 9.8، لا حمى ولا عرق آخر. كل كلمة لها معنى. فحص المقدار اليوريا 170 ملي جرام في الدقيقة، كرياتينين عالي 16، بوتاسيوم 6 ملي مول في اللتر، تمام. طيب تم اجراء ايكو بطن، لاحظت كليتين صغيرتي الحجم متجانستي الصدأ دون اي استسقاء كلوي. كل كلمه معنى. من خلال القصه المرضيه مجموعة من الأعراض، هضمية، جلدية، دموية، كثيرة، حتى فرفريات، قلبية، ضغط سكري غير مضبوطين، مريض شوي تعبان، عدد حركات تنفس زيادة طبيعي 12-18 صار عنده 20، سكر وغيره، حضاره 9.8، كمان لازم أركز على كلمة الحضار. يوريا عالية، كرياتينين كثير عالي، بوتاسيوم كمان عالي. بشكل عام لما يجينا مريض عنده التعب هذا والحكة والوزمات بالإضافة إلى الطفح، مين بيسببهم؟ وجود اليوريا في الدم.
فعنا حالة يوريمية. فهالشي هذا كيف نتيجة ارتفاع اليوريا سبب له كل الأعراض. رح أنتقل للسلايد التالي، لكن هالسلايد بس ركز لي عليه لأشوف شو نشتغل مع هالمريض في آخر الجلسة كل واحد بتابع هالحالة. فالداء الكلوي المزمن هو عبارة عن اضطراب بنيوي أو وظيفي مع تدهور غير عكوس في الوظيفة الكلوية، غير عكوس. بيعطينا مجموعة من الأعراض والعلامات، كل الأعراض والعلامات تأتي نتيجة ارتفاع اليوريا، ارتفاع الشوارب، انخفاض الخضار، ارتفاع المواد السامة في الجسم اللي بتؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية. هي مسؤولة عن كل الإطراحات لهالمواد هاي، فإذا تراكمت في الجسم رح تسبب لي الأعراض اللي شفناها حاليا كلها. من ناحية الفيزيولوجيا نعرف إنه البنية الرئيسية للكلية هي النفرون كوبيبة. وهذا النفرون هذا عبارة عن مجموعة من الشعيرات الدموية، فيها شريان وارد وشريان صادر. كل كلية فيها 1 مليون كليون تقوم بعمل الكلية بشكل تام. نحن بنقول إنه النفرون هو كلية مصغرة تقوم بجميع وظائف الكلية، بحيث إذا أذى أي كليون، كليون اللي بجنبه ما بيقوم بالوظيفة، خلاص انلمت مات. مع مرور الزمن تقدم العمر الكليونات تتلف بتموت، لكن الوظيفة الكلوية تبقى سليمة. حتى إذا فقدنا نصف النفرونات، النفرونات الثانية النصف الثاني، تخيل إذا فقدنا 1 مليون نفرون، المليون الثاني بيتضخم وبيقوم بعمل الكلية بشكل تام. لذا الوظيفة الكلوية ما بتنقص أو تتأثر إلا بينقص عدد النفرونات للنص. يعني كل نفرون بيقوم بعمل نفرونين. طيب أنا إمتى بيكون عندي إصابة في الكلية؟ لما بينخفض العدد أقل من 50%. مثلا معدل رشح الكبد جي اف ار الطبيعي 100 لل 105، اذا خفض الرشح الكبدي اقل من 100 بحيث انه خفض عدد النفرونات تحت ال 50%، ما تتاذى وظيفه الكلى، النفرونات الثانيه قامت بالعمل. طيب اذا نزل الموضوع ل 60% انخفض اكثر من هالكمال، فلما ينخفض 10% من النفرونات الفعالة الأخرى، الرشح الكبدي رح ينخفض 20%، لأنه كل نفرون يقوم بوظيفة نفرونين. بالتالي أنا لوصل لمرحلة متقدمة من كيل لازم أفقد نسبة كبيرة من النفرونات لينخفض الرشح الكبدي للوظيفة الكلوية. فأنا بفهم إن النفرونات الكلية لا تتأثر بالعدد، لكن آسف وظيفة الكلية الكلية لا تتأثر بعدد النفرونات إلا إذا انخفضت أقل من 50% من النفرونات. كتعريف اعتلال الكلية أو قصور الكلية المزمن هو ارتفاع مستويات الكرياتينين بالمصر مع ازدياد الفترة الزمنية اللي بيبقى فيها المريض بعيد عن الرعاية الصحية. الحقيقة ارتفاع مستويات الكرياتينين هي ارتفاعات متأخرة. في كتير مرضى بيجوا على العيادات بيكون عندهم قصور كلوي مزمن وداخلين على ديال، لكن لم يتشخص بعد سبب القصور. ولهذا نشوفها كتير نحن علامات فقدان وظيفي في الكلية لكن مو مشخصة، معلوم انه رقم الكرياتينين عالي. فأنا لما بشوف في عندي مشكلة بالكرياتينين والوظيفة الكلوية متأذية لازم أسوي تقييم سريع، لازم أشوف مسح لمرضى الضغط ومرضى السكر وأشوف عندي التحري الأساسي عن البيلين بروتينية أو الألبومينية، شريط الغمس، شريط موجود كثير، ولازم أعاير الكرياتينين كل سنة عند هدول المرضى. يعني مريض سكري، مريض سكري عنده اضطراب ولا ما عنده اضطراب بالوظيفة الكلوية، لازم اتحرك كل سنة عن الكرياتينين والبيلالبروتينية، لأنه هذا لاحقا ممكن يطور لي قصور كلية صامت. فمريضك ممكن يبهدل، المريضين ممكن يوصلوا لا مشكلة كبيرة وصلوا للديال وأنت مالك تتابعون هاي الجريمة.
لهذا انا ركز على موضوعين كثير هامين، هن مرضى الضغط ومرضى قصور ومرضى السكر. بتقول البيت الالبومين ما بيظهر عند المريض وزنات؟ ممكن يظهر ممكن لا، بشكل عام بتكون بيها الافروزية عالية ليظهر. طيب انا حددت هالنمطين من المرضى، لازم اعيد تقييم العمر. العمر ضروري لانه مع تقدم بعمر الكرياتينين رح يطلع عندي، هذا ضروري لازم اعيد تقييمه. لازم اخذ بروفايل كبير للشحوم والخضار والكرياتينين والبوتاسيوم وقيمة البيئة البروتينية، لازم احسب معدل الجي اف ار. طبعا في طريقة عن طريق الاي بي اي، بس تقول على النت بحبش عنه، بعطيك مجموعة من المعادلات تحسب التصفية والوزن والعمر، بعطيك قديش الاي بي اي، طريقة سريعة. لكن احنا بنستخدم معادلة كوكرافت كول لحساب التصفية تصفية الكرياتين. تصفية الكرياتين 140 ناقص العمر ضرب الوزن على 72 ضرب كرياتينين المصري. هاي الطريقة البسيطة المعتادة، هالرقم هذا 140 ناقص العمر ضرب الوزن تقسيم 72 ضرب كرياتينين المصري. هاي طريقة بسيطة لحساب الجي اف ار. عند النساء بنضرب المحصلة ب 0.85 بسبب البنية الشحمية عند النساء أقل من البنية العضلية، لهذا مشان ما نظلمهم نضرب الرقم ب 0.85 باعتبار أن الرجل فيه كتلة عضلية كبيرة، كتلة عضلية كبيرة رح تعطينا تصفية كرياتينين عالي، كرياتينين رح يكون عالي. لازم أشوف المخاطر القلبية، لازم أشوف مريضنا مدخن ولا غير مدخن، الركض الضغط والعوامل كلها. لازم أساوي فحص إيكو للبطن، أساوي تصوير بولي بسيط. إمتى؟ إذا كان في عندي توقع بانسداد أحد المجاري البولية، مثل ألم مفاجئ على مستوى الحالب حتى إلى حصاف الحالب، لازم أساوي إيكو. لما أشوف بيلة دموية ضروري أطلب إيكو. لما تكون بيلة ألبومينية غزيرة لازم أطلب إيكو أكثر من 30 ملي جرام في الديسي لتر. لما يكون معدل الرشح الكبدي أقل من 30، طبعا لما أقول أقل من 30 معناته دخل في المرحلة الرابعة من قصور الكلية هلا بنحكيها. لما يكون في عندي تدهور سريع بوظائف الكلية، مريض عنده سكر مضبوط مثلا كان عنده جي اف ار 70-80 فجأة نزل ل 30، اطلب ايكو اشوف في عندي مشكلة غير السكر، في الكبيدات يعني شوان ورم شغلة، لازم اطلب الايكو بشكل سريع. مريض عنده اعراض متكررة وخاصة عند النساء التهاب حويضات الكلية، اطلب الايكو. فأنت أطلب الإيكو بهالمعايير هاي ريت ما ننساها، أي انسداد، أي بيلة دموية أطلب إيكو، أي بيلة بروتينية غزيرة. لما تكون عندي قصور كلي في مرحلة متقدمة بالإضافة إلى تدهور سريع بوظائف الكلية أو التهابات كليوية متكررة. هاي بس ممكن وصل لسيتي، ممكن وصل لرنان. أكيد أكيد أنا بتجي بمراحل، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بيلة، فحص بول، شريط الغمس، إيكو، تصوير كلية ضريب، ممكن أوصل حتى لو خير ما بنشوف. طبعا نحن نطلب إيكو إذا كان عمل انسداد ما بعد الكلية. إي طبعا طبعا أكيد. بسيط سريع. طيب مراحل قصور الكلية حسب الجي اف ار. المرحلة الأولى، طبعا هو ست مراحل أو خمس مراحل آسف، مرحلة أولى ثانية ثالثة إلى سب كلاس A و B والرابعة والخامسة، فهن ستة، لكن المرحلة الثالثة بياخذوها اثنين صبي كلاسي. الجي اف ار الطبيعي 105، أكثر من 105 معدل الرشح الكبدي. نقبل حتى ال 100، 90 بقول عندي، فوق ال 90 وظيفة كلوية معتدلة. بس نزل الجي اف ار أقل من ال 90 صفى عندي ستيج 1. المرحلة الثانية الجي اف ار ما بين ال 60 وال 89، أرقام ضرورية مليمول في الدقيقة. المرحلة الثالثة عندي انخفاض معتدل بالجي اف ار، صار ما بين ال 30 وال 59، كمان الرقم كثير عالي. المرحلة الرابعة
انخفاض شديد في الجي اف ار بوصل حتى ال 15. المرحله الخامسه هي البي اس ار بي رينال ديزيز، يعني الفشل الكلوي النهائي بيكون الجي اف ار اقل من 15. طبعا انا ايش بيهمني من الحكي هذا؟ بيهمني المرحله الثالثه بالتحديد. انت مريضك بيتدهور لما يكون الجي اف ار تحت 30. الرقم الاساسي تحت 30 بيتدهور. هو القصور الكلوي مرحله ثانيه 60. لكن المريض مش متدهور، انا فيني ادخل على قصور كلوي تحت 30، اسف، لما يكون تحت 30 بيتدهور، ما بين 30 وال 60 فيني اتعامل مع هذا المريض. فيني اعطي كل انواع الادويه والرخام، لكن لما بنزل تحت 30 صار عندي مشكله. هذا التعريف القديم. خلينا نشوف ايش التعريف الجديد وهو الاساس. عدلت الجمعيه البريطانيه كين جو تعريف قصور الكليه الى الداء الكلوي المزمن. قال المرحله الاولى لما بيكون الجي اف ار اقل من 90، من 90 ل 105، فوق ال 105 نورمال. المرحلة الثانية حتى ال 60، 60 ل 90. المرحلة الثالثة A و B، ال A ما بين ال 45 وال 60، ال B ما بين ال 30 وال 44، بنبني هذا الترشيح. المرحلة الرابعة تحت ال 30 حتى ال 15، المرحلة الخامسة أقل من 15. حاطط له صف كلاس A و B. طيب هل يكفي الكلام إنه انخفاض الجي اف ار لاعتبر انه عندي داء كلوي مزمن؟ لا. قالت لازم ما اعتمد فقط على الجي اف ار، ممكن يكون عندي بيله بروتينيه او البومينيه مع علم انه الجي اف ار طبيعي، يعني ممكن يجيك الجي اف ار 90 لكن في فحص البول في عندك بيله بروتينيه غزيره فوق ال 300. فهذا تعتبره مو مرض كلوي؟ قال لا، هذا داء كلوي مزمن. هذا التعريف هو الأهم والأدق. فأنا ممكن يكون الجي اف ار نورمال لكن في عندي بيلة بروتينية مجهرية أو عيانية، هذا يعتبر داء كلوي مزمن. فالبيلة البروتينية الشديدة فوق 300، أقل من 300 يكون معتدل أو متوسط، فوق 300 غزيرة. فعارف بنكتفي بالحكي هذا؟ لا. ممكن يكون عندي جي اف ار نورمال وما في بيلا بروتين لكن في عندي خلل بنيوي وظيفي في عمل الكلية، سواء انسداد او الم او اصابة في الكبيبات، بدون ما يكون عندي جي اف ار نازل او بيلا بروتين. فاعتمدت على ثلاثي مهم. لما بقول في عندي داء كلوي مزمن يتضمن اما انخفاض الجي اف ار او وجود بيلا بروتينية مجهرية او غزيرة او عندي خلل بنيوي وظيفي في عمل الكلى. وهذا التعريف الاهم للجمعية البريطانية لامراض الكلى. التعريف السابق قديم. التعريف السابق كان يقال قصور كلية مزمن لما يكون الجي اف ار منخفض، ما اعتمدوا على البيلا. هون قالوا داء كلوي مزمن. كلمة داء هي الاهم تحت محاور الكلى. فالداء الكلوي المزمن بالمختصر هو عبارة عن انخفاض في معدل الرشح الكبدي من كلاس 1 إلى 5، بركز على 3 4 تحت ال 60 وتحت ال 30، هذا اللي بيهمنا. بالإضافة ممكن يكون عندي بيلا بروتينية لوحدة بتكفي أو خلل بنيوي وظيفي في عمل الكلى. فاعتمدت على هالتعريف هاد بالنسبة للداء الكلوي المزمن، أي ستراكشر، أي إصابة بنيوية وظيفية في عمل الكلية أدت إلى مجموعة من الأعراض خلال مدة 3 أشهر، أدت إلى تغيير في النمط الحياتي، تعب، وهن، ارتياح، غثيان إلى آخره. سواء ترافق أو لا، أو في عندي بيلة بروتينية شديدة أكثر من 30 حتى 300، أو في عندي جي اف ار أقل من 60. هذا التعريف المثالي للداء الكلوي المزمن. أسبابه كثيرة. أشيع سببين للداء الكلوي المزمن سكري
والضغط. لاحظين انه اشياء سلبيه موسكو بيجي هن مريضه عنده ارتفاع توتر شرياني غير مضبوط او سكري نمط اول او ثاني، هن اكثر سببين شائعين للداء الكلوي المسكو. امراض الكليه كمان ممكن تسبب لنا داء كلوي مزمن، وعلى راسها التهاب كويبات الكليه، كيسان، التهاب نسيج خلايا كلوي. ممكن امراض الحالق اذا كان في عندي اسكداد ثنائي الجانب على مستوى الحالق او في عندك بروستات او سرطان ممكن يسبب، او جزر حالبي مثاني ممكن يسبب داء كلوي مزمن. مجموعه من الاعراض ما راح اركز عليهم كل هذول، راح اركز على نوع نمطين، مريض ضغط ومريض سكري. اعراضه ايش يجيك المريض؟ شفنا المريض لما اجى اعراض كثيره، سواء كان صعوبه في النوم، سواء كان في عندنا اكياء او قيله ليليه او صداع، او في عنده اضطراب في عادات البول، حتى في مرضى بيبولوا كثير في الليل، في عنده تكرار، فكر انه مريض سكري، يكون هو عنده داء كلوي مزمن. حتى بوار الفراش عرض من اعراض الداء الكلوي المزمن. فهذا لازم ننتبه عليه، خاصة لمرضانا. انقطاع في التنفس احيانا، تعب، ممكن يجينا متلازمة الساق المرتعشة، لا في جريعة طول بنفذه، او اليدين المرتعشتين، هذول كمان من الاعراض الشائعة. اعراض عصبية ممكن تبلش من حد من الصداع الى الغثيان الى الارق والتعب حتى الاختلاجات. فهي لازم اركز عليه لما يكون في عندنا بيلة الدماغية المتلازمة الكلوية الدماغية بسبب الحالة هاي. بشكل عام أعراض كثيرة ما أنا بصدر. طبيب داخلي او طبيب عام فيك تتابع مريض يخص الداء الكلوي المزمن؟ شغلك؟ شغلك؟ مشتغل. لازم تتابع الداء الكلوي المزمن لحد معين توقف. انت بتحول مريضك للدكتور اخصائي البولية. معايير انا لازم احطها في بالي، تفضل. عند بطرق المرحله الثالثه والتعريف القديم، المرحله الثالثه والمرحله الرابعه، عند علاج المريض اللاسيكي المتكرر. لا مو الثالثه الرابعه، المرحله الرابعه والخامسه. الثالثه فيك تقيم، برجع اقول لما تجي اف ار فوق 30 لا تخاف. انت تعالج. تحت 30 لا بدك توقف. لما بنخفض الجي اف ار تحت 30 صرت بالمرحله الرابعه والخامسه، معناته انت لازم تتخذ مجموعه من التدابير الجديده، وعلى راسها ممكن تركب له فاسكل، ممكن تحط له جلسه ديال اسعافيه، او تحط له ديال مستمر. لذا لازم احول لاخصائي الكليه. اول شرط تحويل لاخصائي الكليه، حصول كليه متقدم مرحله رابعه خامسه. ثاني شرط لما يكون في عندك بيله بروتينيه غزيره اكثر من 300 خذ ستوب. موش قصدك هي، حول للاخصائي. لما يترافق مع بيله دمويه لازم احول للاخصائي ليسوي لي ايكو، يسوي لي تصوير ضليل، فحوصات اخرى، ممكن يطلع لي ورم، ممكن شيء. فانا ما شغلتي اتابع البيله الدمويه، شغله الاخصائي. لما يكون في عندي انخفاض سريع ومتدهور في الجي اف ار، مريض عنده الجي اف ار 60 70 مرحلة ثانية، فجأة صار 20، صار عنده شيء جديد، لازم أحول. ما أقرب عليه، أنا صار عندي خطاب متدهور وسريع، ممكن صار عندي مشكلة ثانية، لازم طبيب الكلية يتابع هالحالة. لما يكون في عندي ضغط معين ما أحسن تضبطه أنت، حول. ولما بيكون في عندي مشكلة عائلية أو وراثية لازم أسوي أنا تقييم
عائلي لافراد العائله الاخرى، فلازم احول لطبيب البوليه. او لما بيكون في عندي متوقع انا انسداد شريان كلوي ثنائي الجانب، ثنائي الجانب لازم احول، ما استسلم انسداد احادي الجانب انا اضرب. هاي المعايير ضروري كمان حطها في بالك لا تعرف تشتغل. إذا لما يكون عندي قصور كلية متقدم رابعة وخاصة، قبيلة بروتينية غزيرة، قبيلة دموية مرافقة، لما يكون عندي ارتفاع التوتر الشرياني غير مطلوب، ولما بتوقع في عندي مشاكل عائلية وراثية نتيجة أدت إلى الداء الكلوي المزمن هذا، أضرب ستوب. ولما يكون عندي ضغط غير مضبوط بشكل جيد لازم أحول أخصائي الكلية. برجع لأخصائي لما أتوقع في عندي مشكلة انسدادية كبيرة ستينوز على مستوى الشريان الكلوي، الموضوع بده حزم، بده دراسة. في دراسة جديدة في الولايات المتحدة إنه مريض الداء الكلوي المزمن المرحلة الرابعة الخامسة قال يعادل نسبة الوفيات مريض سرطان بروستات وسرطان ثدي، اثنين سوا الرقم عالي كبير. وانتم بتلاحظوا لما نحط مريض على الدياد قديش بيتوفوا؟ سنه سنتين ثلاثه خمسه ما مريضه راح. فانت لما تكون مرحله رابعه خامسه انا ممكن افكر بالدياد، ممكن افكر قبل كمان بزراعه الكليه. فلازم انا ما اكون مغامر واعالج لوحدي، لا لازم ادخل الاخصائي معي. طيب كيف انا بدي اسوي تدبير؟ مريضنا إذا رجعنا عليه، إذا رجعنا على مريضنا السابق حددنا سبب القصور، شخصنا أنه داء كلوي مزمن، حطينا مثلا بالمرحلة الثالثة أو الرابعة، عنده ضغط وعنده سكر وعنده خضار أطراف العشرة وعنده يوريا عالية وبوتاسيوم وكرياتينين عالية. السؤال اللي يطرح نفسه أنا أسف. هل نزلت الإخلاص؟ شو السؤال؟ أي نزلت؟ بالعدل لمريضك، بفرض أنه معدل رشح الكب 30، شو يعني؟ درجة رابعة. طيب. درجة ثالثة. درجة رابعة أقل من 30. طيب درجة. درجة رابعة أقل من 30. حصل أقل من 30، درجة 30 يساوي درجة 3 بعد. بفرض إنه المعدل عندكم 30. حدد درجة القصور. حدد أفضل خافض ضغط مع تعديل الجرعة، وقديش بدك الضغط الهدف له. حدد أفضل خافض سكر مع ضبط الجرعة، وما هو السكر الهدف له. ما هو استطباب إضافة خافض شحوم؟ حدد نوعه. برأيك حباب الدم اللي عنده 9.8 بدك تعالجه ولا لا؟ طيب من حسب متابعاتك هل مريض هذا بتعطيه لقاحات ولا لا؟ مين عنده فكرة؟ تفضل. أول شيء بالنسبة للتدبير، أول شيء حددنا درجة القصور. حددنا درجة تالي. درجة تالي. هلا أفضل. بي. تمام. بلس بي. على افضل نوع للضغط هو الايس. ليش الايس؟ لانه هو اول شيء بيوسع الشريان الوارد. تمام. فبيزيد بيوسع الشريان الوارد. تمام. فبيزيد رشح الكبه يعني. وبالتالي انه بيحسن. انا هو اول شيء بيخفض الضغط. تمام. بيخفض الضغط، خفض رشح الكبه. فانت رح هو اذا خفض الضغط خفض الرشح الكبي، معناته انت رفعت الكرياتين اكثر. هو حتى نفس الامر، نفس لما هو بيعمل اكثر الشريان الوارد فيوسع الوارد. مش بيستعمل على الصادر؟ هذا هو يمكن انه هو على الصادر. خبط الصادر. خبط الصادر. خبط الصادر. بيزيد الدمويه للكليه، بيحسن الصليب الدموي. ايه. رح يحافظ على الكليه. طيب تعطيني بهالمرحله هاي الايس. الايس هو مريض سكري. تمام. هاي مريض سكري. فمريض سكري هو اساسا لازم اعطيه ايس. طيب مريض عنده قصور كليه متقدم، تعطيه ايس؟
هون السؤال. هلا هو ما هذا متقدم من يعني درجة قصور كلية أنا ما راح أفاقم الموضوع. طبعا طيب قصور؟ أنت ليش ما بتقاطع أدوية؟ لا لا عم بتقول زميلتنا انه الايس مضاد استطباد لما يكون الرشح الكبدي نسيان انا شوي لما يكون الرشح الكبدي اقل من 30 طيب كويس انا معك كمل كمل اعطينا ايس هلا هو حكي ما بتخاف انه الجي اف ار بينزل هلا هو لازم بس انه مشان اول شيء في عنا بالخطوره بالنسبه الاعلى هي ارتفاع البوتاسيوم تمام تمام ارتفاع البوتاسيوم هذا او هذا اول واحد لازم ندبره اضطرابات الشرد هي اخطر شيء على الوضع الايس على البوتاسيوم هلا هو تمام بس انه هو ما بعرف شو البوتاسيوم تمام فبنعطي مدار طارح للبوتاسيوم بتعطي مدار طارح للبوتاسيوم مثل لازيك على سبيل المثال تشتغل اللازيكس على جي اف ار تي تي ما بعرف تشتغل اشتغل طيب اعطينا اس تمام قديش تعطي جرعه وش نمط الاس المفضل هلا هو كابتوبريل 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 كويس تمام 25 جرعه 25 ما بتخوف من الجي اف ار بينزل جرعه عاليه 25 جرعه عاليه 25 ضرب 3 اس جرعه نظاميه عم بيخاف بالضرب ما بتخاف في شيء امن من الاس سؤال لما يكون سوق اليد دقيقة سواني شو فيش يعمل؟ شو بنام؟ ما عمله دبين شو ضع؟ عمله دبين هذا حاصل كلس هلا هو كمان عمله دبين يعني ينصح عشرة شو ضع عمله دبين؟ ما بينعطى استطباء ولا مضاد استطباء؟ استطباء لما يكون ايش حاصل بك رضع؟ لا هلا حاصل بيتا لا حكي من لازم ايس ارس ام دبين حاصل بيتا حاصل بيتا هلا بدنا نشوف طيب ايش لما تخافض السكر برايكم احطه السكر دبين مريض قصور كلية مرحلة متقدمة يعني اوضاع انسولين طبعا انسولين كويس انسولين ايش تعطي؟ شو قد الجرعة؟ حسب كم السكر عندي السكر 180 على 10 وحدات عشر وحدات طيب عشر وحدات انت اعطيتي لعشر وحدات هذا مريض عادي ولا ما عشر وحدات من 80 من 80 لا ما اعطي انسولين ما تعطي ما تعطي اعطيني مفتوح على حكيم متفاهمين يمكن له تاثيرات جانبيه له تاثيرات جانبيه بس ما بعرف ما اعطي هلا بنشوف وحده وحده يعني هون حاضر نعطي مفتوح ما بنخاف نعطي اس وما بنخاف لا في حكي كثير على الاس ليس ما بتخاف الا ما يكون السي جي اف ار تحت 15 واعطي كمان شرط تضبط البوتاسيوم هذا الاساسي طيب خلينا نشوف معدل الرشح الكبدي رقما مع مريض اللي عنده 9 بشكل عام لما بيخفض رشح الكبدي بالمرحلة المتقدمة المرحلة الثالثة الرابعة عم بشوف الجي اف ار ما بين 30 ل 90 والبيلة البروتينية صارت عالية لازم اقيم المريض بشكل اكبر اراجع الادوية اللي عم بعطيها اعدل واجنى حسب لازم اساوي ضغط للضغط الضغط الامثل 130 على 80 وان لما يكون عندي سكر قصور كلية لازم حسب الجمعية الأوروبية وصلت لل 139 لكن الجمعية الأمريكية نزلت 129-30 لكن هون مرضى الكلية أو أطباء الكلية آسف لاحظوا إنه في عندهم بروتوكول خاص فيهم هلا بنقرأ الأفضل أدوية هي الإيس مخططات الأنزيم هي الخط الأول لازم نساوي ضبط للسكر لكن بنتبه للأنسولين ما بدخل لي بنوبة انخفاض سكر انصح باللقاحات اذا عندنا كان مريض ديال ايش بنلقح بنلقح اول شيء كان شوفوا على سلبي ايجابي ايش رايكم فيه انا اول حكيم نعطي لقاحات سنويه للانفلونزا تمام وهسه بي سي ثبت قبل ايه تمام بيقول لك سلبي
سلبي وايجابي. سلبي هي اهم شيء، لازم اشوف الانسولين ايش وضعه، مسكنات ايش وضعه، لازم كمان اعرف ايش اشتغل افضلين تبارس الدمون على غيره. اذا كان رشح الكبد منخفض تحت 30 طلبنا الايكو، سوينا كل الحكي هذا. لازم اسوي متابعه للكرياتينين، انتبه يعني لما يكون الجي فار تحت 30 لازم اعيد تحليل الكرياتينين والالبومين والبوتاسيوم كل 6 اشهر. بس انا ما وصلت الديالاه يا شباب، انتبهوا، واسوي تحليل الخضار كل سنه. هاي الدراسه الجديده، اذا كان في عنده خطوره عاليه كثير وانخفض الجي اف ار بشكل منخفض اسوي متابعات كل 3 اشهر الى 6 اشهر. كل ما كان الجي اف ار عالي كل ما متابعات يقل، لكن اذا انخفض الجي اف ار ممكن كل 6 اشهر 3 اشهر انزل. خلينا نشوف مريض الضغط، مريض الضغط، مريض ضغط مع داء كلوي مزمن. تبع هالكلام شوي، مريض ضغط مع قصور كليه مزمن وبدون داء سكري او بيلا بروتينيه، الضغط هو الضغط الطبيعي اقل من 140 على 90. مريض ماشي كان وضعه سكري. اذا مريض قصور كليه، مريض ما عنده ضغط، صار معه قصور كليه، الشرط ما في سكر وما في بيلا بروتينيه، حافظ على الضغط اقل من 140 على 90، هذا الهدف. طيب مريض ما عنده داء سكري، اسف ما في عنده داء سكري لكن في بيلا بروتينيه، نزل 130 على 100 على 80 وينصح بالايس والايس. هذا وضع مريضنا. لسه مريضنا عنده قصور كليه صار معه لكن عنده ضغط مع داء سكري وبدون بيلا بروتينيه، حافظ على 140 90 مرضاش كليه. بشكل عام لما بيكون عندنا مريض ضغط صار معه قصور كلية، إذا في سكري ولا ما في سكري خلي الضغط 140، لكن إذا في بيلا بروتينية نزل. هي أهم شيء في هالكلام. دائما إذا ترافق الموضوع مع بيلا بروتينية نزل. شو كان عندنا البيلا بروتينية عندنا غزيرة لمريضنا، لذلك الضغط قديش نزله؟ تحت ال 130 على 80 وينصح بالايس والاربس. في حكي كثير على الايس والاربس راح احكيها لاحقا. خلينا نشوف شو الايس. افضل شيء عندنا هنا الابريل تحمي الكليه ويجب استخدامها، لكن خطرها الاساسي هو في فرط البوتاسيوم. انا لازم اتابع البوتاسيوم بشكل دوري واتجنبها اذا عندي ارتفع البوتاسيوم، ويعتمد على الديال بشكل مستمر. نعم. إن لم يكن المريض موضوعا على مثبطات الأنزيم المحول للأندروجين، أعطيها بحذر إلى البريل في جرعة منخفضة. إذا ننزل الجرعة للنص، بالعادة نحن نعطي إلى بريل 10 للضغط، لكن هون ننزل وراقب موضوع الكلية. لكن إذا المريض موضوع على الإيس تابع عليه، بدك تدخله انت خفض الجرعه. هلا بعطيكم التخفيضات. في عندي استثناء، امتى انا بخاف من الايس؟ لما بيكون الرشح الكبدي خفض اقل من 25% من القيمه القاعديه خلال شهرين. مريض الجي اف ار عنده 40 45 50، خلال شهرين التهور ونزل وانا بدخله على الايس بسترجي؟ لا، بشيله على طول. اذا انخفاض معدل الرشح الكبدي أقل من 25% من القيمة القاعدية خلال شهرين ما استقر، بوقف بوقف الإيس. هلأ انخفاض الجي اف ار تحت ال 15% بعد عن الإيس حديثا. جي اف ار وصل لمرحلة متقدمة وراح عم سوي له ديالي، جي اف ار تحت ال 15 بوقف. لكن إذا كان الجي اف ار فوق ال 15 25 30 40، أعطي إيس ولا تخاف، بس ساوي الضبط بالجرعة. لكن إذا نزل تحت ال 15 وانخفض بشكل مفاجئ بالقيمة القاعدية أقل من 25% بعد عن الإيس. هلا ممكن نضيف أمرودبين؟ ممكن، ما في عليه أي مشكلة، حتى إذا كان الجي اف ار صفر. ممكن نضيف حاصر بيتا؟ ممكن، حتى إذا كان الجي اف ار 10 بالقيمة القصوى، لا تخاف.
كالمعتاد. هذا جدول نزلتكم اياه لشوف شو هي الادويه اللي لازم نتجنبها وشو هي الادويه اللي بنعد بها. اول لاحظ هي كلياتها الاس جدول كبير. مثلا اذا اخذنا البنزوبريل، بنزوبريل 10-40 ملي جرام، بنلاحظ حتى حطينا قديش سعره، امتى اخفض الجرعه في المراحل المتقدمه، نزلها للربع في المراحل، اسف في المراحل المتقدمه، في المراحل المتاخره يعني حصول كلوي مزمن صار عندي، اسف في المرحله الثالثه والرابعه نزلها تحت ال 25%، خفض الجرعه بشكل كبير. في المراحل المتوسطه ممكن احافظ على رقم 50% من الجرعه، حتى لما يكون الجي اف ار فوق 60 اعطيه الجرعه العاليه وما بخاف. بلاحظ مجموعه الاربس ما بتعدل ولا دوت ما عدا لازم الام زرتان، مزبوط ما عدا الام زرتان اعدله ل 50، اخفض الجرعه للنص لما يكون في عندي مرحله رابعه من قصور الكليه. بينما الادويه الايس تعدل اغلب الادويه لما يكون عندي قصور متقدم. لاحظين الاربس ما عدل ولا جرعه، قديش عم تعطي؟ جرعه 100 ملي جرام حافظ عليها. ما عدا لاحظوا انه الام زرتان حتى نحن ما بنستخدمه بالسوق. خلينا نشوف الالكترونات ايش وضعها. عم بقول لك لما بنخفض الجي اف ار بعد لما تكون عندي مرحله ثالثه ورابعه بعد بعد عن الالدسترون مطبطات الالدسترون مثل الابرينون، نعم بعد عنه زواج جديد الابرينون. لما يكون في عندي الكترون جنبوا في المراحل المتقدمة المرحلة الرابعة وبعد، لكن ممكن تنزل الجرعة ل 50% في المرحلة التالية. هاي المدرات، خلينا نشوف المدرات. بلاحظ المدرات الهيدروكلوريد يزيد ابتعد عنه في المراحل الرابعة والخامسة مرحلة الدياب، ما راح تستفيد منه، لكن أفضل شيء هو الفورسيمال لازكس. لاحظي انه حتى اذا كان عندي قصور كلوي متقدم حطيناه على الدياه، طبعا ما راح يستفيد لما يكون في عندي دياه، خلاص انضربت الوظيفه الكلويه، لكن ما بعدت ولا جرعه، بالعكس بعطيني جرعه عاليه حتى 120. فاذا كان عندي مدرات الافضل مدرات العروه وعلى راسي الفورسيماي. مدرات الثيازيديه اتجنبها في المراحل الرابعه والخامسه، وممكن اخفض الجرعه للنص في المرحله الثالثه او الثالثه بي كمان. الاربس ما عدل الجرعه، الايس كل دواء لازم اشتغل عليه بحذر، لكن اذا كان الجي اف ار فوق ال 30 لا تخاف، تحت ال 30 شوي ركز، تحت ال 15 بعد عن الايس والاربس. هي مريض الضغط والكيمياء. في اي سؤال عن الضغط؟ تفضل. دكتور انا من كم يوم لاحظت مريض كان عم شفت مريض عم بيعمل اسيتيلين مثلا من مده سنه. لا عنده قصه ارتفاع ضغط الشريان صار قصه كبيره. اجى على عيناي المركزي بقصه كان عنده هبوط ضغط انتصاري. استفسار انه هو شلون صار معه هبوط الضغط نتيجه الدياليز؟ جلسه الدياليز سريع؟ لا هو من لا جلسه الغسيل سريع. بتشوف اغلب اللي بيجونا هذول يكون في عندك دياليز سريع ممرض سرع الفلترة سوي بدل ما تكون مثلا 4 ساعات سوي له 3 ساعات ساعتين ونص. عملية الضغط انا شلون بدي اتعامل معها؟ بدك تتعامل معها بحذر والله، هلا هذا مريض متقدم صار مرحلة خامسة ماشي وصل مرحلة الدياليز، ايش بتفضل؟ انا بالنسبة لي بفضل حاصر فيكتور ام دوبلين. حاصر فيكتور ام دوبلين اشتغل حتى على الدياليز. دكتور انا تابعته كمان كم يوم دخل صار معه تغيرات تخطيطية صار يشوف الالم صدري. كيو ار اس الشرط عريض مو عريض؟ والله نسيت. بوتاسيوم مش وضعه؟ بوتاسيوم عالي. عالي خلص بوتاسيوم عالي. الفكرة انا ذكرت هون انه افضل مسكن لقصور كثير من زمان. هلا بعطيك اياها. افضل شيء باراسيتامول. انا الم صدري انا باراسيتامول. هلا ممكن في حديث كثير على المورفين والبتيدين وجرعاتهم وكذا وقديش عم فيها سكريا. الطبيب قال لي الريمي في الثاني. في كثير الريمي ما؟ الريمي يعني مسكر مركز جديد يعني. احكي مع هذا المريض نفسه انه كان عنده اعراض انه ارتفاع البوله مثل تغير الوعي هيك والحكي، ممكن نعطيه البورينول مثلا؟ ماشي عكس تبيه
غسيل. نعم. غسيل. العلاج الأساسي غسيل. مش هتستفيد. المريض الحالي اللي كنا. إيه هلا بنفصل يا المريض. عفوا الحالي اللي عرضته أنت له. إيه. بوتاسيوم عالي وكرياتين عالي ودخل مرحلة متقدمة. مريضك ساء. هلا ممكن تعطي الأدوية تخفض الوضع. لكن المريض بهيك أرقام غسيل. هذا الضغط، أي سؤال على الضغط؟ أتمنى إنه بس أركز على الأرقام. طبعاً أنا ما راح أفضل الجداول هيك، بس هيك أخذ نظرة عامة وشي. طيب خلينا نشوف السكري. عند مرضى الداء الكلوي المزمن ما قبل الديال، بس أنا ما عم بغسل، يوصل بضبط الخضاب الجلوكوزي. ما تعتمد على رقم السكر. خضاب الجلوكوزي أساسي ما بين 6.5-7.5% لمنع الاختلاطات عصبية وعائية إلى آخره. هذا قبل الديال. لكن إذا مريض الديال وعنده سكري حافظ على خضاب الجلوكوزي عالي شوي، خليه حتى 2 معلش عشان ما تدخله بنوبة انخفاض سكر. هاي أساسية. كثير من مرضى الغسيل عنا عندهم سكري 3 كويس راح غاب عن الوعي. تكون أعطاء أنسولين أو أعطاء خافض سكر بجرعات عالية نزل. لا لا لا، حافظ على خضاب الجلوكوزي عالي. هو حتى 6.5 لكن لما يكون عم بيغسل خليه 8. مثل مريض عنده سكر كبير بالعمر المتقدم حافظ على خضاب الجلوكوزي عالي عشان ما يخفض له نوبة انخفاض. ماشي. اهم شيء الرقم خضاب الجلوكوزي. شكرا على خضاب الجلوكوزي عندنا المريض ما سيما. طيب خلينا نشوف الأدوية. الميتفورمين المرحلة الأولى والثانية لا تعديل، تابع عليه. المرحلة الثالثة أعطي جرعات من 150 إلى 1000 كحد أعلى. المرحلة الرابعة 500، 5 ريال مضاد للسكر. ماشي. فهمنا الميتفورمين. الجلوكلازيد تعطيه بكل المراحل لكن الجرعة منخفضة، نزل للنص، تابع كل 4 أسابيع، 1 لـ4 أسابيع عشان ما يصير عندك نوبة انخفاض، كله بنزل السكر. الجلوكلازيد ما بيتعدل مطلقا. الجليماريل جرعة 1 ملغرام حتى المرحلة الرابعة، لكن مراحل الديال وما قبله لا يعطى. كثير جليماريل دارج السكر. السيتابليبتين المرحلة الأولى والثانية لا يعدل، المرحلة الثالثة نزل النص، المراحل المتقدمة نزلوا لربع الجرعة. نفس السيتابليبتين. البيغليتازون ما بيتعدل مطلقا. والإنبا النزل الجديد إنبا بيوفوزولين أو دابا لا معلومات، لكن في معلومات. هاي المحاضرة 2019 في معلومات عن الإنبا والدابا. الإنبا إيش كان آلية عمله؟ معرفنا الإنبا قصور القلب في المرحلة المتقدمة، قصور القلب لما يكون الإي إف الإي إف الإي الإي هارتر ريديوس إي إف، يعني الإي إف تحت 40، معطي إنبا نزل دواء جديد. حالياً الجمعية الأمريكية بتقول حتى إذا كان الـ EFR طبيعي يعطي يعني بين 50 و60، يعني معتدل reduced EF، نعطي إمبا. الإمبا هو حاصل صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2، يعني حاصل قنوات الصوديوم والجلوكوز، يعني بيطرح الجلوكوز في البول وبيلحقه مين؟ صوديوم. فبينزل السكر وبينزل الضغط. فما يصل لقصور القلب بيطيق البقية لأنه بيكب صوديوم بيخفف الوزن. وللكلية جيد جدا انه طارح بالجلوكوز، عم يحمي الكلية من الجلوكوز والصوديوم. فالدراسة الحديثة بيقولوا جماعة الدابة او الامبا له دور كبير في قصور الكلية. اغلب ادوية الغذية والكلية لما يكون عندنا كلية وسكري بيحطوا سيتا مع امبا، خاصة لما يكون مريض قلبي كثير بيستفيد عليها. فالإنبا والدابا بنعطيه حتى في قصور الكلية المتقدم، بالعكس بيحمي الكلية أصلا. كثير الجدول هذا بيخربطوا فيه أطبائنا، قديش بدي أوصل الجرعة ولا ما أوصل، بخاف ولا ما بخاف. لا تخاف، كل شيء من هون وهيك لا تخاف.
هنيك في المراحل المتقدمة صحيح ما هو شغلات بس حطها في جيبتك احفظها ماشي. سؤال عليه سكري ما سؤال. مدرات حكينا أفضل المدرات هي مدرات العروة لازكس حتى يعطى لما يكون التصفية تحت العشرة. أما مدرات الكيازيدية لما يكون أقل من 15 مالك فائدة. ماتت الوظيفة الكلوية ما في فاتنة عليها. هاي خلصنا. طيب أنا في عندي مريضة قلبي مريض سكر وضغط وقلبي عم ياخذ أسبرين كمل على أسبرين ولا لا أو كلوبيدوغريل تعطيه ولا ما بتعطيه؟ أعطيه. طيب إذا ما كان عم ياخذ؟ أعطيه عشان الاعتلال التخسر. عشان الاعتلال التخسر تعطيه. بتقول الدراسة إذا مريضك عم ياخذ أعطيه، إذا ما بيعطي ما بياخذ لا تعطيه. لا تعطيه، ليش؟ أنت بدك كطبيب بدك تشوف الفائدة من إعطاء مضاد مضاد ضد الصفيحات مع خطر النزف. إيه مريضك عم يغسل في عنده اضطراب عوامل التخثر كلياته والصفيحات من دون شيء متبهدلة، أنا بجي بعطيه كمان كلوبيد وأسبرين. فإذا كان الفائدة كبيرة إيه بعطيه. لكن بصراحة ما بنعطي لمريض قصور الكلية أو الداء الكلوي حسب معيار نيس لازم أشوفه خطر النزف مع الفائدة من أعطائه. تفضل. إذا مريض مقعد ويصير عنده صمات بيصيرش ما بيصير لكن هيك الدراسة تقول. أنا ما بعرف لما يكون مريض متقدم بصراحة هو عوامل التخثر كلها مضروبة صفيحاته أصلا. أنا بعاير البيتي وال عاير وشايف شايف انه في فائده من اعطاء ماشي لكن انت سوي محاكاه عقليه. طيب شو رايكم بخافض الشعور؟ مريضنا عمره 51 سنه وكان عمره 51 ايش رايكم نعطيه خافض الشعور ولا ما نعطيه خافض الشعور؟ كل المرضى اللي اعمارهم فوق ال 50 اعطي خافض الشعور بجرعه 20 ملي جرام اتوربستاتين كل المرض. طيب اذا كان تحت الخمسين نسوي شوية طبعا عليه. ينصح بإجراء بروفايل الشحوم والكوليسترول اللي اجري لكل مرضانا المتابعات الدورية اليوم بشكل هام. تشير التوصيات كل المرضى بعمر 50 وفوق ومعدل رشح قطبي اقل من 60 وصل للرابعة يعني وليسوا على الديال او ما بدهم زرع كليه اعطيهم ستاتين او شارك ستاتين مع ايزي جرعه 5 ل 10 ملغ دواء موجود في السوق. كل المرضى بعمر 50 سنه واكبر ومعدل رشح كبدي فوق ال 60 وليسوا على الديال كمان اعطيهم يعني كل المرضى فوق الخمسين أعطيهم ستاتين سواء كان في ديال ولا ما في ديال. فإذا كان أقل كل المرضى تحت الخمسين لاحظ الرقم ولديهم داء كلوي مزمن وليسوا موضوعين على الديال أو ما بيسووا زرع كلية يوصل علاج بالستاتينات في الحالات التالية. واحد داء كلي سابق مريض عنده نقص صليبي قلبي مريض سكر مريض عنده ستروك قديم مريض عنده بتشك عنده نسبة الاحتشاء القلبي قاتل أو غير قاتل بعد 10 سنوات ما بديك توصف استاتين لعمر تحت الخمسين إلا لو بتتوفر واحد من المعايير التالية سواء كان سكيمة قديمة أو ستروك قديم أو سكري أو في عندك خطر أنه هالمريض هذا ممكن يكون فيه احتشاء ماشي. هذا اللي بدي احفظه. مريض عمره شاب 51 سنة بعطي ستاتين. مريض عنده 51 طيب ما 51 سكري و 55 كلمة رجاء ما حدا ينسى. طيب إذا كان طفل تحت 18 قال ليس عند الأطفال المشخص لديهم داء كلوي مزمن يوصى بإجراء تحليل بروفايل الشحوم لديهم
يوصى بمتابعة سنوية لمستويات الشحوم، يوصى بعدم البدء بالاستاتينات أو المشاركة، يعني كل شيء فوق 18 لا تحت 18 آسف، من 18 ل 49 بعطيه بشروط رباعية، فوق 50 بعطي، تحت 18 ليس هناك فائدة. أنا لاحظ إنه أفضل الاستاتينات هو الدورفاستاتين بصراحة بجرعة 20 ميلي جرام، ولا يعدل جي بي يعني نفسه للمريض اللي عم بياخذ ما عدل الجرعة لا خالص. هذا موضوع الاستاتين. حطينا صارت 3 فقرات لمريضنا، ضغط، سكر، استاتين. مريضنا ايش كمان عنده؟ عنده فقر دم عنده ولا لا؟ فضل 9.8 لا عنده؟ هلا حكي هلا هلا هو يعني عمره كبير وخضابه تقريبا 10 ف يعني هو مخفض شوي من كثير مخفض شوي شو نسوي فيه نتركه اعطيه حد ايش بتقول طبعا احنا بنعرف ان فقر الدم اقل من 13 عند الرجال واقل من 12 عند النساء هذا بالحاله العامه التوصيات اذا مرضى قصود الشيء باعتبار فقر الدم عندما يكون الخضاب اقل من 11 يعني 10 لازم يعني أقل من 10 لقصور الكلية حاد ينصح بإعطاء الأريثروبيوتين يعني مريضنا 9.8 لازم تعطي أريثروبيوتين أريثروبيوتين موجود في مرضى الذئاب أمبولة كل أسبوع اسمه إيموتين بس إمتى إذا كان الخضاب أقل من 10 فوق 10 لا تعطي تحت 10 شحطة أعطي طبعا لازم نشخص عوز الحديد سواء كان بالحديد والساعة الرابطة ونسبة الإشباع TIBG الساعة الرابطة وحساب الفريدين هو الأساس اللي بعتمد على حساب الفريدين ونسبة الإشباع مثلا نسبة الإشباع إذا كانت أقل من 20 بالمخابر والفريدين فوق 100 أو أقل من 100 آسف يستطيع إعطاء الحديد لما يكون الإشباع أقل من 20 والفريدين أقل من 100 هذا المخابر يعني بشكل عام نعطي الشوية استطابات أعطاء الحديد الوريدي خدت شوية معلومات إذا كان الإشباع أقل من 12 نزل كثير فقر دم شديد لازم أعطي وريدي ممكن خطر تطور نزف هضمي مريض مثلا تعطيه حديد صار عنده مشاكل هضمية كثير حديد مزعج أو تأثيرات جانبية للحديد أو مريض ما تحمل الحديد سابقا فأنا لازم أعطيه حديد وريدي إيش هو حديد الوريدي الموجود في السوامة؟ سلفات الحديد سترات الحديد الفمويات ياخذوا الحوامل كثير في الروم والفرك اما الوريديه في عندنا الديكستران والسكروز والجلوكونات الحديد هذا ما موجود عندنا هذا اكثر شيء بنستعمله السكروز يعني حديد السكروز ديكستران صراحه مخرش كثير هذا تحسسه عالي هذا العطاء حديد السكروز جرعته 200 ملي جرام إذا مريضنا شو وضعه؟ هاي مركبات الأريثروبيوتين جرعة عمودية 25 نعطيه بكل شو اسمه غرف الديال 50 وحدة على كل غرف مرتين ثلاث مرات في الأسبوع ممكن وريدة ممكن تحت الجلد في دواء جديد درابابوتين ما موجود عندنا في عندنا CRA كمان ما موجود عندنا هذول أدوية كلها موجود نحن بنركز على الأريثروبيوتين أكثر شيء إيبوتين اسمه التجاري غالي كثير بصراحة ما في جرعة 25 إذا خضاب ما في تعطي أريثروبيوتين بيكون الخضاب تحت العشرة بيهمني بس من السلايد الكلمة أنا خلصنا من الضغط خلصنا من السكر خلصنا من الشحوم خلصنا من الخضاب إيش تعملنا خصيتنا الحالة المرضية طبعا خصيت محمد ممكن يدخل حماض نعم ممكن يدخل حماض مريضة لا بعد ما يجي قصور كبير بدخل حمام استقلابي ممكن اي اي انت بترتفع بسبب البوتاسيوم دقيقه لو بيرتفع بسبب البوتاسيوم نتيجه حمام انه على ضبط السكر بس مريض الكلى ما بدخل حمام اذا ما انضبط السكر يا لازم اضبط السكر بشكل جيد طب ايش وضع الكالسيوم كمان لازم شويه بكسع السلايد هذا اللي هنا كثير نوصي بمراقبه الكالسيوم والفوسفات والفوسفاتاز الكلوية والبي تي اتش بارا برامون
عند كل مرضى لما يكون الرشح الكبدي تحت 45 بدءا من المرحله الثالثه بي. يعني ممكن مرضى قصور الكليه المرحله الاولى بسوي تحليل فوسفات الكالسيوم، لا. المرحله الثالثه مراقبه الكالسيوم كل 6 ل 12 شهر، والبي تي اتش كل حسب القيمه القاعديه. هلا بنحكي اذا ترقت ارقام الكليه ارتفعت، يعني انا في المرحله الثالثه ما براقب البي تي اتش بس براقب الكالسيوم والفوسفات. المرحله الرابعه براقب الكالسيوم كل 6 اشهر بدخل الفوسفات كل سنه. المرحله الخامسه بنزل كل شهر والفوسفات كل 6 اشهر. يعني مع تقدم الديال انا لازم اسوي مراقبه قويه للفوسفات والكالسيوم وخفيفه للبي تي اتش. البي تي اتش العاده ما بنراقبه، يعني ارقامه حسب المخابر ما بين 9.4 و 9.4. حمال دم يصير لما يكون في عندي قصور كلى. طيب خلينا نجي على اللقاحات. ايش بنعطي لمريضنا؟ ضروري احفظ ركز السلايدات. لازم اعطي التهاب كبد بي، انا بدي اركز على التهاب الكبد بي كل المرضى بجرعه مضاعفه دبل دوز. بعطيه انفلونزا حسب ال دبليو اتش او كل سنه. بعطيه العنقوديات المذهبه ايضا كل 6 سنوات. بعطيه الكزاز 6 شهور ست سنين. واعطيه الكزاز ايضا كل سنه. واعطيه الدفتريا ايضا كل سنه. واعطيه التهاب الكبد A بشرط واحد، انه انا متوقع مريض يسافر على منطقه موبوءه بال A، ما هو شرط اعطيه، انه فقط سافر. ما ركز على السلايد الا التهاب الكبد B. في العاده لما يكون في عندنا مريض عنده مثلا عنده العامل الاسترالي او الهيباتيتس بي ايجابي، ايش بنعطيه نحن؟ بنعطيه لقاح الكبد، ما هيك؟ بنعطيه جرعه شد صفر، بعدين خطوه هضميه، ما خطوه هضميه بس دخلنا صفر شهر من الجرعه الاولى، 6 اشهر من الجرعه الاولى. كلياتنا ما اخذتوا لقاح التهاب الكبد. اخذناه مع سماس مع المرضى. اخذناه مو تبعي الاطفال. لقاح دائم 3 جرعات، انا اخذته مرتين، يعني صفر بعدين بعد شهر بعدين 6 اشهر من الجرعه الاولى، جرعة 20 وحدة. بالنسبه لمرضى التهاب الكبد بيضاعف الجرعه لل 40، جرعه صفر، جرعه واحد، بجرعه بعد شهرين من الجرعه الاولى لازم، ايوه بعد شهرين من الجرعه الاولى وبعد 6 اشهر من الجرعه الاولى. هذا الطبيعي بنعطيه بجرعه 20 كيلوغرام صفر، انا اخذته اليوم، بعد شهر باخذ جرعه ثانيه، بعد 6 اشهر باخذ جرعه ثالثه من الجرعه الاولى صفر. بينما مريض الكبد مريض القصور او الداء الكلوي جرعه صفر بعد شهر، بعد شهرين، بعد 6 اشهر بعطي جرعه مضاعفه وجرعه اضافيه. بعطي بجرعه 40 مضاعفه وفي عندي جرعه زياده في الشهر الثاني. هي اساسيه. بالنسبه للمسكنات، هاي المسكنات مالك اياها، كودائين المورفين حسب الحماضات والهيدروكودائين والميدنفرين والمورفين ايش وضعها بصراحه. هي سيتامولات اكثر شيء، هي غير فعاله غير فعاله، تابع الاستعداد للمتابعه. طيب اخر سلايد، ايش هي استطبابات الديال؟ انا مريض اختار مرحله رابعه خامسه بدي اخذ استطبابات مطلقة لما يكون عندي التهاب كامور أو جندي يورينيائي، مريضة خلاص تعب صار عنده انسداد ما بيتحسن، أو اعتلال دماغي يورينيائي خلاص اليوريا أثرت على الدماغ صار عنده التهاب. استطبابات شائعة ممكن يكون مريضك مدنف كثير، أنت ممكن تغسل ممكن ما تغسل. مريضة بعطيه مدرات لكن لسه الحجم عنده زيادة، فرط حجم، لسه عنده وزن، لسه عنده سوي له جلسة شوف بيصير، تعبان كثير، نقص معرفي خفيف، مريضك ادراكه شوي صار يتخربط. مريض الديال اذا الادراك تخربط واذا دخل باختلاجات لازم اليوريا تنتبه عليه، اليوريا تنتبه عليه. حماض على طول بينقص، وبوتاسيوم وفرط فوسفات. مضادات الاستطباب الكل هي. هلا انا اخر سلايد، مريض عنده مريض ارتفع البوتاسيوم، ايش بسبب؟ ما هي الاجراءات اللي بتهمنا اكثر شيء نحن ك أطباء لما يكون عندك ارتفاع بوتاسيوم؟ تفضل.
شو اول شيء تجربة الإدرار. تجربة الإدرار مزبوط. واحد نعطي لازكس. هاي تجربة. اثنين. جلوكونات الكالسيوم. مش بتساوي؟ بتدخل بوتاسيوم جوات الخلايا. كمان كسحل. ثلاثة. إذا في مثلاً في حماض نعالج الحماض مثلاً. لكن بعطي بوتاسيوم بس شو متعب؟ عندك. هو مثلاً. عنده ألم صدري كيو آر إس عريض وتعب. ولكن تحتوتية لازم يكون عندنا غيرات تحتوتية لعالجة. بس إنه على التخطيط. على التخطيط موتي تأنفتي. تأنفتي. نعم بس أكثر شيء بيجي مركب عريض. أنسولين كمان بيدخل البوتاسيوم للخلية صح. شهادات بيتا يفضع رزازات شهادات بيتا بيتا واحد اثنين ثلاثة كمان بتدخل البوتاسيوم للخلية. واخر شيء بنعطي في ادوية تطرح البوتاسيوم ما بعرف شو اسمه هذا كنا. واخر شيء دي النقطة الادق والاهم مريضك انت بارك مثلا في ضياع نائية مريضك صار معه ارتفاع بوتاسيوم سويت له تخطيط شفت تغيرات تخطيطية تأنف كيو ار اس عالي وبطء انت كممارس عيادة داخلية غلط طبعا ايش تعطي الدواء حتى بيجي سؤال الامتحانات ما هو الدواء الاول لازم تعطيه للمريض لبين ما تلحقوا لديال واحد بس دواء واحد جلوكونات تشتغل خلال نص ساعة تكون اشتغل حتى طيب وين الغلط في الحكي يعني؟ وين الغلط في الممارسة العملية مراكز الديال كثيرة أبعد مركز الديال شو قد يطول عنا نص ساعة نص ساعة نص ساعة مريض عنده ارتفاع بوتاسيوم نص ساعة أبعد مركز الديال من هون لجرابلس فايش بيجي الطبيب يسوي بيعطي أول شيء جلوكونات الكالسيوم دفع شوية يدخل البوتاسيوم مي جوات الخلية مرتاح نفسيا بوتاسيوم يخوف إيش بيعطي شوية أنسولين 10 وحدات شحط البوتاسيوم جوات الخلية خلينا نسألكم جسد الرزاز لبينما أنا بزيارة الإسعاف أعطاه شهادات بيتا يساوي كمان دخلت البوتاسيوم بيجي لحقنا بجسد غسيل يا دكتور الديال دكتور الديال حطه جسد غسيل ساعتين إذا كان سريع ساعتين ساعتين ونص أنت مرتاح إيه حسي بوتاسيوم هيطلع برات الخلية اللي أنت اشتغلت ودخلت لجوه ما راح يصير له ديال ما راح يطلع مين عالج؟ بوتاسيوم البراني وأصلا لسه الأدوية لها تأثيرها بتدخل بوتاسيوم فايش بيصير بيطلع البوتاسيوم بمنخفضة هذا أكبر خطأ بنشوف إنه بالممارسة العلمية بس إلك أعطي جلوكونات لوحدة لا تعطي لا أنسولين ولا شهادات بيتا ولا غيرها ماشي هاي أهم شغلة بس تقولي عليها هاي معالجة البوتاسيوم جلوكونات الكالسيوم سايبر صغير بتشتغل بعد نص ساعة بعد دقيقتين آسف نص ساعة تكون خلصت شغلة نص ساعة تكون أنا وصلت مريض الدياء خلاص أنا بدي إياه ممكن أعطي سيروم ملحي عالي التوتر السيروم الملحي يعني بيرفع الصوديوم وبيطرد البوتاسيوم ممكن أعطي بيكربونات الصوديوم لكن تأخر بعد يعني ممكن تسبب لي قصور قلب تدخل مشاكل أخرى ممكن أعطي أنسولين مثل ما لاحظ بعد 30 دقيقة بيشتغل بعد 4 إلى 6 ساعات بيطول الأنسولين ممكن شهادات بيتا بيشتغل بعد 30 دقيقة ممكن 3 إلى 4 ساعات شرطة بيحضر عند مصدر خلي ممكن أعطيه مدرات العذرة مثل ما قلت لازيكس يعني تعتمد على الإدراع في عنا دواء فلوديكازون كمان هذا مثل طارحات البوتاسيوم موجود في السوق أو الريزينات مبادلة للبوتاسيوم بس أهم شيء للديال أهم شيء بالعودة لمريضنا خلصنا المرحلة بفرض أن المعادلة مش حكوا بالثلاثة يعني دخلنا مرحلة إيشو ثالثة بي ثالثة بي أفضل خاف الضغط إيس أرس إيس أرس إيس أنا قلت لك إيس حب بس اللي إيس أرس تعدل الجرعة طيب نعدل الإيس أرس خلي أفضل خاف السكر لا تخاف أعطي أعطي ميتفورمين أعطي جليمارين أعطي إيش بس لك طيب ما هو ما هو الضغط الهدف؟ أقل من 130 أقل من 130 ممنوع تكون فوق 130 لأنه السكر هو مرحلة متقدمة ما هو السكر الهدف؟ ما اللي سكر؟ اللي خضاب جلوكوزي بتعتمد على رقم خضاب جلوكوزي
خضابك لغوز شان حتى 8 حتى 80 اذا كان ديال بس انا ما دخلت على الديال. طيب ما هو استطلاق اضافه خافض الشعور؟ العمر بيفرض علي ضيف وسكر بيفرض علي ضيف 20 ملي جرام. كيف تضبط الخضاب؟ تعطي اريثروبيوتين 9.8 كاف. التوصيات اللقاحات بي كل اللقاحات بنركز على كيال كيبل بي. طيب ايش شلون تضبط البوتاسيوم؟ اللي يعطيني تخطيط اعرف انه ارتفاع حقيقي اعطيني تخطيط بضبط البوتاسيوم لا تعالج الا في عندك شيء قلبي لا تعالج الا اذا كان عندك شيء قلبي. شكرا لاستماعكم هذا اخر سلايد وتمشي انا اعطيك ساعه